هنا الإشكال، لا أدري أسميها يعني ازدواجية في المعايير ولا يعني استهبال بالمعنى الدارج عندنا، فكرة أنه نحن يعني ندين هذا التصرف لكننا لا نستطيع أن نجرمه. هذا كذب صراح، وهذه أقنعة سقطت عن وجوه هؤلاء. ولا يوجد ازدواجية في المعايير عند الغرب، الغرب ما عندوش معايير أصلا. ولا نقول أن الغرب يكيل بمكيالين، لا، مكيال يعني شيء محدد، الغرب يكيل جزافا وفق الهوى وفق المصلحة. وهذا موجود سياسيا سواء في المصحف أو على صعيد الانقلابات. مثلا الانقلاب الموجود في النيجر، الدنيا قامت ولم تقعد، ولا بد من عودة محمد بازوم إلى سدة الحكم، وكأنهم لم يسمعوا أنه في انقلاب عن واحد اسمه محمد مرسي كان قبل ذلك. صحيح. وهناك كان كاترين أشتون مع العسكر، وهنا كاترين كولون اللي هو وزيرة خارجية فرنسا مع بازوم. ثم ما يحدث في السودان، يتحدث عن حميدتي وهو قاطع طريق ميليشيا متمرد على القيادة على أنه خلاف داخلي ويغض الطرف حتى هناك السودان. فكذلك في قضية المصحف، الشاب أحمد علوش في السويد عراهم لما طالب بحرق التوراة أو الإنجيل فرفضوا. لماذا رفضوا؟ أليست هذه حرية التعبير مع تحفظنا أنه لا يجوز هذا في شريعتنا؟ لكن بما أنه جائز عندكم في حرية التعبير، لماذا لم تسمحوا لأحمد علوش بحرق نسخة من التوراة أو نسخة من الإنجيل؟ كذلك لما قام رسام فرنسي برسم إيمانويل ماكرون في صورة هتلر وانتشرت هذه الصورة على وسائل التواصل، خرج بيان من الحكومة الفرنسية أن هذا استهزاء بقيم الجمهورية، أصبح قيم الجمهورية، وتم محاكمة الرسام واشتكاه إيمانويل ماكرون وتم غرامته غرامة مالية كبيرة، ولم يعتبر هذا من باب حرية التعبير. فالغرب حقيقة هذه الأحداث بيّنت أن الحقد الصليبي ما زال في نفوسهم، وأنه هي دي عبارة عن تنفيسات عن هذا الحقد تجاه المصحف الشريف.